الدعم والتوفيق للاعبين الزمالك ان شاء الله. المباراه الصعبه في بطوله افريقيا ضد الرجاء ان شاء الله ربنا يوفقهم ويكرمهم. كل الدعم كل الدعم للجهاز الفني واللعيبه والتوفيق ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله نشوف كاس افريقيا كلنا باذن الله. بس ما فيش حاجه كتيره هتتعمل، كل واحد عايز يقول ان احنا نادي الزمالك لازم يبقى فاكرين دي كويس قوي، ان احنا نادي الزمالك احنا ان شاء الله نبقى ابطال القاره، واحنا نادي القاره بالبطولات زي ما قلت قبل كده. ولو احنا افتكرنا ان احنا نادي كبير، ان احنا نادي الزمالك، محدش هيقدر يخصمنا في افريقيا باذن الله، وان شاء الله ناخد البطوله وربنا يكرم. هقول لهم ربنا يوفقكم وكلنا في ظهركم، وانتم دايما ابطال وعودتونا في المواقف الصعبه ان انتم بتشيلوا نادي الزمالك دايما. كلكم عندكم شخصيه وكلكم لعيبه لا غبار عليكم، خصوصا ان انتم اثبتوا دوت في كل المواقف الصعبه النادي مر بيها او الفرقه مرت بيها. عندكم مباراه مصيريه مع الرجاء، كلنا مستنيين انتم تظهروا الشخصيه اللي تقدروا تطلعوا بيها النهائيات. وانا شخصيا تعاملت معاكم كلكم وعندي ثقه كبيره فيكم ان شاء الله باذن الله، ان انتم دايما بتتعاملوا مع الماتشات المهمه بطريقه معينه، فزي ما بتتعاملوا في كل الماتشات الكبيره وزي النهائيات كلها عايزكم تتعاملوا. خرجوا كل امكانياتكم وكل طاقاتكم اللي تقدر في الاخر ان شاء الله توصلنا للنهايه وتكسبوا البطوله باذن الله. بعد رساله لعيبه نادي الزمالك نسبه ان هم ان شاء الله باذن الله هيلعبوا مباراه الرجاء. طبعا احنا عشنا الاجواء دي في 2002، ما تخافش ولعب برجوله وراح واثق من نفسك ان انت نادي الزمالك اكبر نادي في افريقيا واكبر نادي في الدول العربيه. لو انت خفت لا قدر الله هتخسر، لا انا رايح زي ما انت عملت كده مع الهلال السعودي، ما خفتش ورحت لعبت لعبك العادي كسبت وجبت بطوله. ان شاء الله انا واثق فيكم، انتوا لعيبه محترمه جدا، لعيبه رجاله. انا كلاعب قديم في نادي الزمالك انا بتابعها بكم في اي دوله عربيه بروحها، وبقول دول لعيبه نادي الزمالك الرجاله اللي بتموت نفسها عشان الكيان وعشان نادي الزمالك. انا عارف ان انتوا بتحبوا مرتضى منصور، مرتضى منصور يستاهل ان انتوا تجيبوا بطوله عشانه. هو بيتحارب في نادي الزمالك بيتحارب، ولكن عشان تقطع الالسنه دي ان انت تلعب برجوله واللي انت تاخد بطوله افريقيا. كل اللي بيتعمل ده عدم استقرار عشان بطوله افريقيا. احنا ثقه كبيره جدا، اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان انتوا تكونوا اتم التجهيزات للمباراه المصيره امام الرجاء ان شاء الله توصلنا لنهائي افريقيا. حلم بالنسبه لنا احنا كزملكاويه جمهور نادي الزمالك العظيم ان شاء الله باذن الله ان احنا ناخد بطوله افريقيا، وان شاء الله كلنا ثقه فيكم وكلنا دعم ليكم، وان شاء الله باذن الله تكونوا في الميعاد وتكونوا في الحكم وتكونوا في اسعد يوم ليكم ان شاء الله واهم يوم ليكم ان شاء الله في مباراه الذهاب بالنسبه لمباراه الرجاء، تعملوا نتيجه ان شاء الله ايجابيه تريحنا وتريحكم باذن الله في مباراه العوده، وباذن الرحمن ان شاء الله نرفع كاس افريقيا بطوله افريقيا ان شاء الله تكون في نادي الزمالك باذن الله. بحب اسند اللعيبه بتاعتي واقول لهم شد حيلكم ان شاء الله بطولة افريقيا على الابواب. انا عارف ان انتوا رجاله وواخدين المسؤوليه، وان شاء الله تعملوا لنا حاجه كويسه. مستنيين منكم ان شاء الله ابطال بطوله افريقيا باذن الله، نوصل ان شاء الله للدور النهائي ونكسب البطوله ونفرح جماهير نادي الزمالك. انا عارف ان انتوا تقدروا تعملوها، انا عارف ان انتوا لعيبه عندكم شخصيه كبيره قوي، بتحبوا الكيان، بتحبوا النادي، بتحبوا بعض. ان شاء الله بطوله افريقيا بالنسبه لكم ان شاء الله تبقى تاريخ كبير ليكم في نادي الزمالك. انا عارف ان انتوا تقدروا تحققوها وان انتوا قد المسؤوليه، وانا ان شاء الله متواجد معاكم وان شاء الله اكون موجود في الماتشين، ماتش الدور قبل النهائي والماتش النهائي ان شاء الله، تكونوا باذن الله على قد المسؤوليه وتساعدوا جماهير نادي الزمالك. كل لعيبه نادي الزمالك ومجلس الاداره والجهاز الفني احنا كلنا وراكم، جماهير نادي الزمالك كلها وراكم ومستنياكم ان شاء الله بنتيجه ايجابيه، وباذن الله يبقى الصعود هنا في مصر. احنا معاكم ومش هنسيبكم ايا كانت النتيجه، احنا معاكم، انتوا لعيبه كبيره وان شاء الله البطوله السنه دي تكون بتاعتنا. ويلا بقى فرحونا ان شاء الله. بمس طبعا على جماهير نادي الزمالك، الجماهير المحترمه، الجماهير العظيمه اللي مهما قلت مش هوفي حقها من دعم ومسانده بلا حدود طول الوقت. الفيديو ده دعم للاعبين نادي الزمالك. احنا في مرحله مهمه وصعبه، وزي ما تعودنا منكم طبعا بنشوف رجالة وأبطال وقت الشدة. معاكم جماهير من وجهة نظري هي الأفضل في العالم، وانتم أكيد شعارين بتصدي جماهير نادي الزمالك للمشاكل اللي موجودة في سبيل تحقيق النجاح الفترة القادمة، ومعاكم طبعا دعم مجلس الإدارة اللي موجود دايما معاكم. السنة اللي فاتت كنتم أبطال في بطولتين مهمين جدا لنادي الزمالك، الكونفدرالية وأبطال السوبر المصري،
وان شاء الله ابطال دوري افريقيا باذن الله. ان شاء الله الفتره القادمه محتاجين تركيز، بذل اقصى جهد لتحقيق هدف واحد، والهدف المطلوب هو اسعاد جماهير نادي الزمالك. بطوله غاليه، بطوله غايبه عن نادي الزمالك من فتره كبيره جدا. في النهايه محتاجين نفرح جماهير نادي الزمالك.